يعني كوبل تاعي احنا دري لا لا العروس عندنا عندنا اللي كوبل مثلا غالي كوبل عندنا يا لا كوبل الثاني عندنا كيتكون من عروس سمو حليمه اللي كانت غايبه والزوج ديالها. السلام عليكم وليداتنا بنياتنا لاباس عليكم كي دايرين وليداتنا كي درتو شويه كي درتو مع الصحيحه ومبروك عليكم العيد ان شاء الله والله يدخلنا يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطول العمر يا ربي. ايوا اليوم بنياتي وليداتي احنا جينا لهذا المحل تبارك الله رئيسات كلمات شي المحل جبنا العريسات وجبنا حنان تبارك الله وغادي نتقضاو حويجات ان شاء الله يا ربي والمحل غزال والمحل زوين وتمنكم حليمه راه غتكسهد النهار الله يعطيك الصحه ولكن نظرتي الوالده واحد الحاجه جبتي غير جوج عريسات فين هي العروسه الثالثه راه عاد جايه ان شاء الله في الطريق والله يوصلهم على خير ان شاء الله يا ربي ان شاء الله واليوم وليداتي الحال سخون والله الا فهم ناس بالعطش والله ما قدرت نهضر معاكم والله العظيم على حال ان شاء الله يا ربي ومرحبا بكم في المحل ديال افراح الندى اللي بغى يصور الموقع ويشوف جلبات زوينين كيف بقيتوا مرحبا بكم معايا ان شاء الله مع معنا مرحبا بكم معنا ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله غادي يتقداو حويجات ديال العيد ان شاء الله هانتوما معنا ومرحبا بكم كاملين كاع الناس اللي كيتفرجوا فينا مرحبا بكم يا ربي مرحبا بكم عند افراح الندى وهذه الام ديال الداخليه امي كتدخشي تحيه للمشاهدين كاملين ديال ام حليمة ومرحبا بكم و100 الف مرحبا الله يحفظك ام حليمة بسياجه زارتنا اليوم مع حفصه وحنان ورشيده باش يتقداو داكشي اللي غيلبسوا ان شاء الله في ليله العيد يلاه الله يا ربي ان شاء الله يا سيدي ربي الله يشاركوا معكم كل شيء ومرحبا بكم 100 الف مرحبا شوفوا دابا شنو كاين مرحبا دابا غنخليكم تفرقوا نعطيكم واحد ضربه تخيح بما قلبتوا على داكشي اللي بغيتو ماشي حنان انا باش تكسوا ديالك ولا مازال مازال ما لقيتك على الوالد المشاهدين تنتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس وعواشركم مبروكه تعيدوا تعاودوا بطول العمر ان شاء الله اليوم احنا جينا لعند اختي افراح الندى افراح الندى دار افراح الندى راه تبعت بعدا عندها انا وخويا ايوب تبعنا تحياتي السي ايوب تحيه جابها السي ايوب وفاء البهجه مرحبا بهم وجابوا الاخت حنان خدينا لها العبار ونوجدوا لها حويجات العيد ان شاء الله ان شاء الله يا ربي شكرا العظيم يلا الوالده شنو لقيتي شي حاجه ولا مازال انا ولدي تنشوف ان شاء الله وهنا الحويجات غير زوينين ان شاء الله يا ربي ضروري انا غندي حقي ان شاء الله يا ربي ومازال غتشوفوا معنا واحد الكوبل اللي هما زوينين جوج ديال لي كوبل شكون هما غنشاركهم معكم من واحد شويه واش عند رشيده رشيده الزرق مزيان ولا عيان الزرق احسن لون صافي هو اللي حتى جديد تحيه للمشاهدين ديالنا فين ما كانوا كما كتشوفوا دابا كي قالت رجعنا جاوي تقدمنا العيد الله يا ودي الصحه والراحه الدراري رشيده المشاهدين يعجبهم هذا المحل ويعجبهم حتى الذوق اللي غنختاروا هنا في هذا المحل وما ننساوش المشاهدين ديالنا نقولوا لهم يشجعوا الاخت ندى هي عندها واحد القناه يا كندا هي عندي القناه واحد القناه تسهل كل خير اختي يعني داكشي عندها تقليدي زوين 100% وستيل جديد ويعني فيها تقليدي عصري يعني الحاجه كتلقى فيها نوريكم ونشرح لكم اكثر اييه هذا ان كيمونو اييه كيخدم بالتعصاب وزواق المعلم كيتلبس هكا من الفوق كيجيو بالنسبه للبنات اللي كيلبسوا العصري ديروا فوق هكا سروال قميجه هكا يعني كاع البنات اللي كيلبسوا العصري كيجي زوين وها شكلها خويا كاينين اللوينات عاوتاني بهذا الشكل هذا يا سلام انا عجبني بزاف رائع مع هاد الكولور الحلم تقريبا هكاك يا سلام الوان زوينين وكل لون تقريبا مخدوم بالطريقه ديالو ما شاء الله كيجيو رائع ما شاء الله باش اي واحد جا عندنا كيلقى لو ستيل ديالو كتلقاي له شوا على حسب الكليان وعلى الله يديك كتصيفط اختي ندى لجميع انحاء المغرب تقريبا ديرو لا ليفغيزون فين ما بغيتو برافو عليك مرحبا برافو عليك والرقم المباشر تنفضل نعطي الرقم المباشر باش الناس يتواصلوا معك اللي بغات شي حاجه في هاد الحويجات هادو مرحبا الرقم المباشر اختي ندى اللي حافظه ضروري مرحبا 0631 43 74 92 يلا غنخليكم تختاروا وغادي نشوف لومبالاج اللي كدير اختي ندى فاش كتصيفط كاع المهدور المغربيه هادو ديال حنان نوضي حنان شوفي معنا حنان اجي صافي سلامك هاد النهار مكلا سخونه فيها السخونه ماشي سخون انا من غير كيت ديالي ها هي ديالي اللي جات شوف وليداتي كي جاتني ها انتوما يا سلام ام حليمه يا سلام ان شاء الله ربي يطول عمرك مخدومه باليد على شعرها عقيدتنا موسى بالعقيق كيف ما كتشوفوا ان شاء الله سخونه
يا سلام طويب حرير ديال هاد الصيف هذا باش تبرد خالتي ان شاء الله يبارك عليكم ان شاء الله بصحة وراحة الوالدة تسيادة في العيد تمسي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله بوينو هذه اللي غنلبس في العيد ان شاء الله عمرك ام وحلاه يا صباح العيد الله يكبر بك اختي ندى على خطك على خطك اختي ندى كاينين جديدات بحال هكا ما شاء الله كاينين كتيفات طايحين مخدومين بالكخيب ما شاء الله دربياس بالجين ما شاء الله ما شاء الله فنانك تبارك الله جليل با وقماس ديالها الله يكبر بك اخالتي الله يحفظك اختي ندى ما شاء الله مرحبا بك 100000 مرحبا ربي يخليك اختي ندى عاوتاني ها هذا الموديل عاوتاني كي داير تبارك الله زوينات مختلفين اييه يا سلام لي طاي المقيسات ديالهم هكا ماما يا سلام يا سلام لا لا الشيخ زاهر هادشي هادشي واقيلا عاوتاني حسن داكشي اللي كنتو شادين في يديكم في الاولى رشيده ها هادشي عاوتاني هادو زوينين شوف اللبسه ديالهم هادو كسيوات روميين روميين ما شاء الله ودابا غادي نخليكم تختاروا شنا التليفون تيسوني جاو لي كوب اللي كنت نقول لكم المفاجاه وغادي نحاولوا نستقبلوهم اللي هما بعد الكوب الاول واحد الكوب اللي هو زوين تعطي واحد الصوره مثاليه للمغرب غادي نقدموا لهم بعدا صوره زوينه وما سي ايوم ولا لا وفاء كانيت وتكون باحسن الاحوال ان شاء الله يا رب العالمين وتحيه لكم وتحيه لخالتي زهور تبارك الله هادشي عندها ما شاء الله غزال 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 بزاف يا اختي ندى عندهم داكشي زوين في المستوى ونتمنى لكاع المتتبعين ديال قناه محبوبه تيفي انكم تهجموا عند خالتي زهور تجيو عندها ان شاء الله تاخذوا قفيط نار جليل باد داكشي في المستوى رائع 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 واكيد عرفنا اختي زهور صدفه هاد النهار هذا والله العظيم والله العظيم صدفه نار جينا حتى حنا كون جاي عندها على حساب شي حويجات دياولي ونبقى واش دير ولا مازال وفاء قرابي لاخويا قرابي قالت لي خالتي زهور قرابي اشنو خالتي زهور السلام عليكم متابعي قناة محبوبة كي دايرين لاباس عليكم كنتمنى تكونوا في أحوال جيدة إن شاء الله يا ربي وحنا جينا بالصدفة وتلاقينا مع خالتي حليمة مع الدراري وعريساتها جينا باش نشوفوا جليل بس عند خالتي زهر واش وجدوا لا درنا أيوب واحد المفاجأة ميت ودفعنا جليل بس وبصحتكم وبعدها على فكرة أنا أول واحد إنسان طيبة كنت نتمنى من الله شي نهار تبان في القناة ديال البهجت تيفي ولكن ما عليكش كلها تيبقى عاوتاني اختيار ديال واحد إنسان الله يعمرها دار تنحييك أختي نوال من هاد النقطة بالضبط انت واختي حفصه الله يكبر بيك الله يحفظك اختي نوال الله يحفظك تحياتي ليك اختي نوال الله ينورك اشنو حفصه شنو بقيتي تما هذه عجبات حفصه سعلقات عن بيوعه ان شاء الله والله للاسف غادي نوجدها لكم مور العيد ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وغادي نحاول نستقبلوا حتى الكوبل الثاني الكوبل الثاني حنا دايرين لا العروسه عندنا هذا النهار اللي كوبل ما كاين غير كوبل هذا النهار الكوبل الثاني هذا النهار كيتكون من عروس سمو حليمه اللي كانت غايبه والزوج ديالها السلام عليكم سي ياسين لاله تيتيش الان ديالنا نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير كما كتشاهدوا معنا اليوم نهار كبير هذا اللي شت الميمه والبنات توحشهم بزاف والله العظيم كانوا غابرين علينا وانا جد دابا تبعت والله الا خليتي بلاصتك ولكن هذه هي اللي ما زقلش الله يحفظك الله يا ودي خليتي بلاصتك كبيره بخير زينه مزيانين حاشي دا العرايس تيتسالمو والله العظيم الا مشي انا خصها بلا بك وديتيش واخا كاينين البنات بقات بلاصتك فنانه بلا بها ناقصه صراحه الله يهديك صح 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 صراحه اذا كنشوف لي فيديو عند وفاء اختي كنقول مصطفى تحل الفرصه نجيو عندها ان شاء الله ربي يخليك حبيبه ديالي شرف لينا هذا نهار كبير ربي يخليك كاملين والله انسان الصراحه لا داك الشيء غزال غزال انيقه الله يخليك افراح الندى راس هي اللي مكلفه البنيه ديالها دار افراح الندى دار افراح ديك الدار ديما ندى نكافة اللي بغى شي حويجه 100000 مرحبا وان شاء الله انا هذا بعدا هذه
ان شاء الله غادي نعاودو عند شي افراح كامل. شوف راه كامل ان شاء الله افراح النادى صافي غاتجي تكفيني المدنيه ان شاء الله ضروري كيفاش كيفاش انا كيفاش انا دابا كنسالوك وي جاي مريح دخلت فرحة الدوله وخا الله ما غاتسلسلينا خصنا نجيو تما شوفوا انا عليكم ديك الفيلا شوفوا انا ان شاء الله كنصلحوا الدار وغندير لكم واحد الفرحه يعني غادي تكون مفاجاه للمشاهدين ديالنا كامل. صافي على ما انتم المشاهدين انتم مشاهدين على وفاء انتم مشاهدين صافي خالتي زهر تبارك الله حتى لقفت عندها غزال هذاك الشيء ملكي ما شاء الله عليها. صافي شوقتيني في العرس ديالي انا هو دابا شوقتيني في العرس ديالي هذاك الشيء ملكي عندها تبارك الله والتاويل عرفتي التكيشطات كي دايرين ها هما عندها هنايا ديال العريصات وباقى شي حاجه عاد شوف هنا يا سلام عرفتي داك الشيء زوين وريهم اخالتي زهر انت كتبان اجي اخالتي زهر ورينا هادشي ديال العرس تبارك الله عاد مريم اختي زهر قيدلانه وي انتوما اختي زهر تبارك الله هادشي غزال يا سلام عصري وبلدي في نفس الوقت عطات ناس ما كاين ان شاء الله والجديد غنحطوه واللي بغى يجي للمحل ديال زهور اللي بغى يجي للمحل العنوان حنا في مدينه مكناس في الحي العسكري اللي تسمعوا به البساتين البساتين تبارك الله شهير بالبساتين اييه تبارك الله شي مرحبا بكم قناه بعدا طوني تكاشط كانت هي مشات يا كي اختي زهور كنتي في الامارات دايره داك المحل هذه كنت كتقضى التواب وداك الشيء تما اييه قضيتي نوال غزال همي تبارك الله شوف شوف اللي هذيك نسيتها واحد اليوتيوبر زوين دخلت عند خالتي زهر قلت لها انت قلتي شنو سميتها؟ أميمة صديقي تبارك الله شي زوون زوون تاع شي زهر الله يعطيك الصحة يا سلام الله يعطيك الصحة تاع شي زهر هادشي تقل مني لا لا شي زوون واش انت خسريتي انت ولا مازال باتي لي بقيتي ليا لا جيت نشوف اخويا ما تزربوش عليا خليك خطاك الوقت ياك خليني نشوف هادشي الله يرحم الوالدين العيال راكم عارفينهم كيعجبو هادشي كان دابا غير قهوة حنا كنا شي قهوة والله اخويا غير سكت انا غنسخ دابا بعدا يلاه نخليوك دابا تشري الوالدة غير لقيتي الكسوة ديالك لقيت ابا الجلابة ديالي والجلابة ديالي زوينة وردوا عليا وليداتي زوينة واش خايبة دغيا انا شغلي دغيا حادق دغيا دغيا لقيت واش الوالدة الحنة كي جاتك ها هي وليداتي ها الحنة اللي دارت لي مسكينة عزيزة بنتي تبارك الله صحيح الله يعطيهم رضا وتحية لبنياتي بجوج عزيزة وفوزية عزيزة وفوزية تبارك الله والله يرضي عليكم ابنياتي والله يجعل ربي يعاونكم والله يحن عليكم ان شاء الله تبارك الله وانت حنان فين هي الكسوة ديالك؟ انا تنقلب راه في الحق ما فاش شريت ديك النهار وعاود شريتو لي في سميتو دفعتو لي جلابة عند الخياط داكشي باش قلت لكم بلاش وداك بلاتي عاودت المورال عند عاودت المورال شكرا بزاف راه دايما راكم تتشريو ليا وتنشكركم بزاف دابا كاينة جلابة بركة عاودت سالي رشيدة سوا ديالك شاركوها مع المتتبعين السيوة ديال رشيدة اللي اختارت رشيدة نشوفوها معكم دابا باش تعطيونا كل واحد كيدير الاختيار ديالو وتعطيونا احسن خصية شكون دات احسن خصية يا سلام زوين هذا اللون هذا مبهج زوين وجات رشيدة غزالة لا زوين تبارك الله خير رشيدة مريحة يعني الصح ديال الصيف يعني ماشي ضيقة ما خور هاد الدخشة رشيدة وخذ الوالدة الجلابة ديالك جيبيها نشوف كي دايرة الوالدة غنوريها لبنياتي وليداتي جلابة ولا قفطان دابا الوالدة لا جلابة ها انتم مسافر العيد ان شاء الله واخا جلابة انت مسافر العيد لا جلابة زوينة وخفيفة شكون نمشيو عند الوجوع عند الحباب ونلبسها ان شاء الله جاتني تا هذا جاتني زوينة زوينة شحال العيد ديري بحال بحال ملي كنا صغار تنخليو الحوايج شحال العيد تلبسوها غير اسكت مشيت واحد مشيت واحد الصباط صغير ملي كنت صغيرة عاد صباط ميكا وخبعتو تا العيد الكبير بعدا ياك ما لقيتي جاك صغير بعدا واش ما نعرف بس ولا ما بقيت عارف ايوا كانت الغفله يا بنياتي وليداتي ما كانتش شاوره نفسك لا جاتك يا هذيك ما جاتش شوالي عليا صافي مزيان تضحك من مريك صراحه عجبني وغادي يجي معايا هي صغيره صح وانا تبارك الله غيجي عجبني كاملين زوينين ربي يخليك ربي يخليك زوين فنان وانا جيت زوين 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 زو
عاود شوف هاد الغوطه انا حفظت السميه حفصه حفصه ما تجيش عليا راني صايمه والله شو هاد اللوينه عاوتاني غير تا هو غزال يا سلام لا لا صوموا لنا الشيء تبارك الله. ان شاء الله حتى هذه شوفي الكميمات هذو بزاف المخرج يا سلام كيجيو رائعين ما شاء الله. لا لا صوموا لنا الشيء تبارك الله. يا سلام دابا نعاودها لها دابا نديرها لها. الله يحفظك يا خويا حسين والله الا صدفه واعره. والله يا سلام كيما الموطر تفيه هذو بحال اللي خذات خالتي. اييه. صح لا صوموا لنا تبارك الله. شنو البنات؟ انا تنقول غير قيسي ما نقيسش بيضه. هاي القضيه يقول لي شوفي انت واش ديرو؟ صراحه ما كرهتلاش هاد اللوين زوين عروسه ولاني هاد الجلابه هادي مبيوعه ان شاء الله غتخدم لها شي وحده بحال هكا. واعره واعره الصراحه. البنت كيكون في دوك الايامات الاولى كيلبس البيض. اكيد. كيلبس البيض. ان شاء الله يا ربي ديما. زيتي تا هو كيجي زوين. زوين. وخفيف تاع اللون زوين هذا اللون هذا غزال كيجيو بعقيده زرقاء هذه بالوقت المعلم لي كولور نيود هذه زوينه امي كيسها كبيره هذه عجبتني امي كيجي معتبرين هادو ماشي واش خدي هادي تسجل ودع شنو هادي 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 البنيات الصغارات يلبسوها وتجي معاهم ها هي غتلبسها تيتي شو كغتجيها ها هي تيتي تلبسها تسمع راه شفتي كنسمع بودي وداك الشيء اللي كنا نعرف بصح هادو داكي مونو من الفوق مع دي باردور وسريوال مجدول حتى هكا كيتلبسوا تيجوا مع الماري مجدول كيتلبسوا زوين واصلين في صاله اكتفاء الطيحه الله يعطيك الصحه داتي تيجي صراحه شوفي لي كولور اللي فيهم كلشي زوين وكلشي كتحير فيه العين اخويا قسما بالله هادشي يا سلام قسما بالله والله الا كلشي كتحير فيه العين اجي رشيده هدايا اجي رشيده هدايا ربي عندنا رشيده وحنا صافي بات عندهم فيبل البات عندكم فيبل صافي بدا رشيده تي حنا قيسي بعدا قالت لي ما شريت مزيان مزيان دابا مبقاش نديوكم ما شريت مزيان الله يرحمها تيجي تكون النار ناشطه تيجي شنو عندي ما تسلك والله الا ناشطه تيجي شنو النار تاعها راه شفتي فاش هاد اللوين واعر كون زعما سيدي هكا تلبس هاد اللوينات كيجيوها زوينين غير زعما رشيده عليك رشيده زات الفنان والله الا جات غزاله بالله شنو الا جات حمق لا ما تحيدي لا ولا هذا نمشي صافي شوفي انت المختار المختار صافي قنيت عليه صافي يلا شوف داك الشيء ضايع صافي يديك كي داير دابا نقيسها ان شاء الله ونشاركها معكم يلاه قيسيها ونشاركوها معاهم يا ربي وما زعما ان شاء الله نشدو معاهم حوجات ليهم زوينين اليوم غادي نشوف عاوتاني هادو هنا لا والو صافي تما كيمونو تبارك الله تبارك الله تبارك الله كاين هاد الويلات هادو كاملين كما كتشوفوا كما كتشوفوا واه بغيت نقول لكم واحد القضيه المشاهدين شوفوا التثمين اخويا راهم مزيانين وكيديروا لي فريزون تاع خارج المغرب بالنسبه للي عندها ام وبنيه صغيره ولا جوج بنيات كتخيط كيتخيطوا كاملين بحال بحال يعني بغات الام بحال هكا تخيط لبنتها تاع الصغار يخيطوا بحال هكا ما شاء الله ما شاء الله يعني عندهم ديزافونتاج زوين تبارك الله الله يعطيك الصحه ديالك ما حتى شعب كيخيط شي زوار الشيء ديالها راه باين الله يعطيك الصحه تاع سيوفا برامه دو بحال الشكيلات بحال السي في 3 يا سلام الام وبنيه الصغار ديالها يا سلام لا جوال انا وبناتي ياك ماشي بناتها خواتاتها ياك صغار واش تيقولوا تبارك الله راه صغيره ما باينش عليك البنات راه غير خواتاتها الصغار واه دابا عندها البنيات عندك البنيات انا دابا ولا راه بحال بناتها راه هي الكبيره راه بحال بناتها تبارك الله الله يخليهم لك تدخشي نادا سخر لك هي اللي الله الويدا واقيلا عيشي هاد النهار والله امي عييت عطشت قلت لكم وليداتي امي تيتلصق عليا لا عطشت امي والحال سخون اليوم ايوا الويدا الصبر صبر انا داكشي اللي كان هو وليداتي هو داز رمضان ما بقى والو بقات اربع ايام ولا خمس ايام آه والله يرحمنا امي امين 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 اولدي امين شنو دابا شريوك سيوات العيد تنفرحوا الواد بالعيد هي ان شاء الله ولدي ان شاء الله ربي ونعيدوا بالصحه والسلامه بنياتي ان شاء الله الكاملين ونشوفوا دابا تيتيش ها تيتيش شهيدي عندك وفاء وتهديش يلبسوه الكرة باين وافية اه وعلى نفس القياس. ماشي مشكلة. شوف 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 شوف
صافي نتوما فوت تبارك الله حفظك الله يخليك الله يسهل عليك 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 الله شوف دارين التوام الله يلا خزاري انا شكيت بالنسبه للناس هادو نتيت الالوان بالنسبه للناس اللي كيعجبهم هادشي انتوما كيجيو رائعين في البصوره ولا كيجيو غزالين قلت له الخويا حسيتك انت لابس انت تصور دير النظر عافاك عاد باش ما تسميش مشاهدين انا كان لي كاد لي كلها فلاش كان لي كزمد اللي بيسدها راه جاد لولي لابسه شيده تاع هو راه زعما عليه واقع هذا زويه والمصارحه الزرق راه معلى كثير فضل خصني سي رشيده انت ياك ايوا ما نعرفش نشوف مازال خصيا المهم دابا نخليكم تقلبوا وتبقشوا على خاطركم باش نرجعوا لكم يا ربي في التقديم النهائي باش نقول لكم كل واحد اش اختار في البنات هي ان شاء الله بقاو معنا اغلى متتبعين بقاو معنا الوالده دابا صافي خديتوا داكشي اللي خديتوه ان شاء الله يا ربي خدينا ولدي داكشي اللي خديناه والله يعطيها الرضا والمحل زوين وشوفوا اللبسه كي جات الحانه ما شاء الله فكوا في الدنيا الله يعطيك الصحه الدهنه الدنيا المشاهدين والله غزاله بالله قسم قسم بالله يشوفوك يشوفوا الزازه جات غزاله الله يعطيك الصحه يا سلام يا سلام على حسابها ليش اش كوين الصحه والراحه مع شي حاجه من الله يعطيك الصحه صافي الوالده دابا خسرتي كلشي اختاروا مازال حوايج اخرين ان شاء الله يا ربي اللي غادي يبقاو من بعد حتى للتعداد اللي نجيبوهم ان شاء الله ولدي ان شاء الله والحاجه اللي غنقول لكم دابا تيتيش انت غنبدعوك ماشي بدينا خاوينا انت ها ميك فوموي هذا الشيء ديالي انا الله يعطيك الصحه وحده حفظه كل شيء عام حنان والله يجعل ربي يوقف معاكم ويجيب لكم السهله يا سيدي ربي كما تفرحوني في هذه العواشر الله يجعل ربي يفرحكم لا نتوما لا قناه البهجه لا كل الله يسهل عليكم ان شاء الله ويفرحكم سهل يكون الخير حنان غادي تسناو معنا الفيديو ان شاء الله ندى وغتسناو معنا واحد الفيديو ان شاء الله اللي غيكون زوين بالحنه وفي هذه الاجواء تيتي غنقول لكم السلام غادي نرجعوا لفاس ان شاء الله يا مولانا راه نشوف ترا عند فاطمه الفاسيه ساعه غتمشيو لفاس لا معنا لا ما نقدرش راه دارت ما في الاول قالت لي لا والو ما يهدا ليش ما هضرش ما بدا في الاول انا مشيت للدرايه بغيتي لا لا شنو هذا كنشكروك سيدي مرحبا بك الضيافه ديالك شكرا ومرحبا بكم نهار كبير هذا عندنا ان شاء الله مازال تشوفوا مفاجات جدادي ان شاء الله ان شاء الله يا مولانا شكرا لكم بزاف بزاف عواشركم مبروكه باش ما كنتمناو ان شاء الله بصحه وسلامه وطول العمر يا ربي تبارك الله عليكم وتسناو ان شاء الله في الليله ديال 27 تبارك الله عليكم السلام عليكم